حسن. اوعى تصدق ان زينب بتعمل كده. زينب بنت كريمة. زينب بنت عبد الله. من متى؟ من زمان. عمرك ما قلتيها. كنت بكره كريمة. وبيتها ما تتخيرش عنها. زينب من وقت ما اتجوزت اخوك اتغيرت. اه والله جت حبت على يدي عشان اسامحه. انا امك مش هكدب عليك صدقني. مروان ولدك الكبير اول فرحتك اللي قاعد ومتربع في قلبك اللي طول عمرك عايزه تشوفي ولده اللي مهما يعمل عمرك ما تكرهيه. بعدين يا حسن. حسن. حسن الشخشيخة اللي في يد كل واحد شويه. حتى انت يا امه على قد حبك لمروان على قد ما كنت عايزه تكسريه. تكسريه بمين؟ حسن الصغير اللي لو كبر مروان هيجري عليكي ويقول لك شباكي لباكي انا تحت رجليكي. هو ده اللي انت كنت عايزاه. مش عايزة حسن يكبر ويتجول فوق. لها انت كنت عايزة تجيبي مروان تاني لحضنك حتى لو على حساب حسن. دلوقتي زينب بقت بنت عبد الله. دلوقتي بقت مش عايزة حاجة. عشان ايه؟ خايفة على مروان؟ خايفة على ولده؟ طب وانا؟ عبد الله ولدي ملوش دفن عندك. عبد الحكيم اللي راح مش عارف له طريق. ايه نسيتيه خلاص؟ كلب حسن ما عادش فيه نبض ولا روح. حتى منه ماتت لما راح عبد الحكيم والباقي راح مع عبد الله. ربنا يصبر قلبك يا قلبي. ربنا يصبر قلبك يا حسن. البقية في حياتك يا ريتال. سبحانك يا كريم. عارفة؟ انت لو حبيتي على رجول الخلق كلها ما هيرجعش تاني. عبد الله مات والروح ما بترجعش. لكن عبد الحكيم لا. ولدي هيرجع وانا متأكدة. البيت الكبير اللي كنت عاوزة تفضي الدنيا عشان ولدك يبقى قاعد ومربع الكل هجره وبقي خرابة. أصل ربنا ده كبير ما بيفوتش. دلوك ولد مروان هيركب ويدل رجليه. سبحانك يا كريم. أنا عارفة مش هيهون عليكي
وبعدين مش انت الست اللي تسيب جوزها في الظروف اللي هو فيها دي؟ عمته قراري ومش هرجع فيه، ولو سمحتي مش عاوزه حد يعرف مكاني. واه، عاوزه تقطعينا خالص يعني؟ مش انا اللي عاوزه، اللي حصل يا عمته حكم عليا وعليكي وعلى كل حد في العيله دي يعمل ايه وما يعملش ايه. احنا خلاص مبقاش بايدنا الاختيار، احنا بقى غصب عننا نعمل كل حاجه. بكره ريتال تهدى، وخصوصا لما نعرف مين اللي عملك ده، ساعتها هتيجي وتقول لك سامحيني. مش هيحصل يا عمته، وبكره افكرك. سيبك من ريتال، مروان، مروان بيحبك وروحه في نوح. بقول لك ايه يا عمته، مروان لو ما راحش وطلقني رسمي انا حرف عليه قضيه خلع، انت فاهمه؟ اتفضل. عادي حبيبتي، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. يا ريت تفهميني يا عمته، انا جيت على نفسي وجيت على قلبي وجيت على مشاعري وقدمت كل حاجه، نسيت حق ابويا ووطيت على ايد جبريه وبوستها، برغم ان انا عارفه متاكده انه ايديها مليانه بدم ابويا اللي هو اخوكي. يا زينب يا بنتي، انا مش عارفه انت ليه مصدقه الكلام ده. انا مش مصدقه، انا سمعته بوداني يا عمته. عارفه معنى ايه سمعته بوداني؟ بس لما مروان واقف جنبي وفي ظهري وعشاني قدام الدنيا دي كلها، وكان سد بيني وبين العمده وقال بنت عمي حتى ولو حموت، قلت ماله، يمكن دي اشاره من عند ربنا عشان ننسى الوحش ونسامح بعض. بس اتاري طلعت غلطانه قوي. النفس أمارة بالسوء يا زينب. زمان مروان قال لي اتحكمي، المال كله في يدك، انت اللي فوق كله هيبقى تحت يدك. من غير ما احس اتغيرت. ايوه يا زينب اتغيرت، مش هنكرني لما حسيت ان انا اللي فوق كياني كله اتشقلب. حسيت اني ممكن ابقى فوق كريمة وجبرية، اتحكم فيهم زي ما انا عاوزة، حياتهم هتبقى في يدي. ما تلوميش، ما تلوميش مروان يا زينب. عارفة ايه الوحش يا عمته؟ ايه يا بنت الغالي؟ الوحش يا عمته انه لما حد يبقى عاوز يبقى كويس ويصالح الناس ويجي على نفسه بيفرموه، بيحسسوه انه هو كأنه مالوش لازمة ولا له قيمة مهما وطى، وهو حاول يجي على نفسه ويبوس الايادي عشان يرضيهم برضه بيفرموه، وبيحسسوه ان هو ملوش لازمه. وهو ده اللي حصل معايا.